طبعا معانا خبر يمكن كلنا سعداء بيه، وخاصه كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف طبعا المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري هو معانا على التليفون، حابين نبارك له على الهواء. كابتن طلعت مساء الخير، اهلا بيك في البيت الكبير، والف الف مبروك النهارده. حضرتك كسرت الرقم القياسي للكابتن انور سلامه بقيادتك للفرقه المصريه في الدوري ل 412 مباراه. بنقول لحضرتك الف مبروك على، مش هقول انجاز، ولكن على التاريخ الكبير اللي حضرتك بتحققه. مساء الخير، يعني كتر خيرك والله يبارك فيك. يعني الحمد لله، يعني مشوار طويل متعب جدا جدا، اكيد انت عارف، لان انت يعني بتعيش المشوار ده كمدرب. يعني انا بالنسبه لي الرقم، يعني انا ما كانش عندي خلفيه عنه، يعني انا فوجئت بيه من خلال الاحصاء في القناه اللي اتصلوا بيا بيه. اكيد شيء يسعدني، لكن في النهايه هو نتيجه جهد كبير جدا على مدار سنين طويله جدا من العمل في مجال، يعني انا بعتبره انه من ارحف المجالات اللي ممكن اي بني ادم يعمل فيها. يعني ما يقدرش يحس بالكلام ده غير اللي عاش الكلام. لا انا حسيت طبعا بالموضوع طبعاً. ومن هنا اخد حضرتك لجزئيه، طبعا زي ما بتقول مشوار طويل، 412 مباراه في الدوري المصري، محطات كتيره جدا جدا مريت بيها يا كابتن. تفتكر ايه اصعب محطه؟ طبعا المشوار طويل يعني انا عارف الصعوبات بتبقى كتير، لكن دايما بيبقى فيه المحطه الاصعب في مشوار 412 مباراه في الدوري الممتاز. بص، هو الاصعب بالنسبه لي اكيد عملي داخل نادي الاتحاد السكندري، يعني على اعتبار انه لما بتعمل في بيتك الامور شويه او المسؤوليه شويه بتبقى احساسك بيها مختلف. صحيح، خصوصا اذا كان النادي ده جماهيري وبيضم يعني محافظه تعدادها يتعدى 8 9 مليون وغالبيتهم وراء نادي الاتحاد، فاحساسك بالمسؤوليه وانت بتعمل في نادي الاتحاد شويه مختلف. صحيح، يعني عملي في كل الانديه انت بتشعر بالمسؤوليه ولابد ان تؤدي دورك فيها على اكمل وجه، لكن وانت بتعمل في بيتك وبيتك ده بينتسب الى نادي جماهيري، يعني الامور شويه بتبقى صعبه. بس حضرتك يا كابتن طلعت دربت اكتر من نادي جماهيري، ويظل الاتحاد السكندري الاقرب الى قلب كابتن طلعت. لا، ده موضوع لا يقبل النقاش. يعني أكيد. المكان اللي انت دخلتيه، يعني انا دخلت نادي الاتحاد عندي 13 سنه. انا النهارده 65 سنه. ما شاء الله. انت بتتكلمي في عمر، يعني عشت جوه النادي. هو ده البيت الكبير. بالظبط بالظبط بالظبط، البيت اللي انا اتربيت فيه. اكتر من بيتي الاصلي اللي انا عشت فيه مع ابويا وامي، يعني فاكيد انتمائي للمكان ده موضوع لا يختلف عليه حد. حتى لو عملت في انديه اخرى وفي اماكن اخرى، اذا كانت جماهيريه او انديه مؤسسات، فانت في النهايه بتنتمي الى نادي الاتحاد السكندري اللي له فضل كبير جدا جدا عليا. اكيد. طيب كابتن طلعت، حضرتك طبعا بتتكلم على البيت الاتحاد السكندري، طموحات طبعا انا عارف، يمكن عشت الفتره ديت في الاتحاد، طموحات دايما عاليه جدا، والطموحات دايما بتوصل يمكن زي ما حضرتك بتقول ان بتوصل انها بتضغط كمان على الاداره وبتضغط على المدرب، لكن جماهير الاتحاد الاسكندريه بتحب دايما تشوف فرقتها كسبانه، بتحب تشوف فرقتها دايما في مستوى جيد، وكمان في ترتيب الدوري في مكانه تليق باسم نادي الاتحاد. فحضرتك تقول لنا طموحات ومشوار نادي الاتحاد السنه دي في الدوري هيكون ماشي ازاي؟ بص، يعني الجماهير من حقها ان يكون لها طموحات وانها تتطلع الى افضل ما يمكن ان يتحقق، لكن انا بطبيعتي ما بعرفش ارضي اللي قدامي بكلام، ما بعرفش اقول كلام عشان ابسطك في القعده اللي احنا قاعدينها وبعدين يعني حضرتك ما بتقولش وعود يعني لمجرد انك ترضي اغراء او يعني النادي الاتحاد، يعني بيحتاج بعض الوعود. فحضرتك وانا عارف الكلام دوت، انت راجل واقعي جدا وبالتالي بتوصل الصوره بشكل مباشر. بالظبط، الواقعيه شيء مهم جدا جدا في مجال التدريب. حقيقي. لان كل كلام انت هتقوله هتحاسب عليه، انت قلت كذا
فانا واقعي اذا كان في الامكان ان انا اقول شيء يساعدهم ويساعدني قبل ما يساعدهم اكيد هقوله يعني. لكن اكيد المشوار عندنا صعب جدا جدا حاليا. اذا كنا بنتكلم عن الوضع الحالي احنا بنفتقد من 8 ل 9 لعيبه فيهم 6 لعيبه من 6 ل 7 اساسيين مظبوط في القوام الاساسي. ده شيء يعني تاثيره علينا كنادي يختلف عن تاثيره على نادي الزمالك او على نادي الاهلي. لو نفس الغيابات دي في النادي الاهلي او في الزمالك او في بيراميد من الانديه اللي هي عندها فرقتين وثلاثه لا احنا بنتاثر بشكل عنيف جدا جدا. ولكن هناك واقع لابد وان اتعامل معه. يعني هذا الواقع لابد وان يدركه الجميع بما فيهم واولهم الجماهير. الاداره مدركه لهذا الواقع. الجماهير مدركه للامر الواقع ده يا كابتن طلعت؟ حضرتك بتشوف ايه؟ ما اقدرش اقول ان الجماهير يعني في اجماعها مدركة لهذا الواقع. الجماهير في جميع الأحوال بتطالب بشيء واحد زي ما قال هاني بالضبط. الفوز وتحقيق أحسن مركز يعني. أنا بتطلع لده. لكن في ظل الوضع حضرتك حققت ده فعلا وعملت إنجازات كتيرة وكان يمكن أبرزها البطولة العربية وخليت الاتحاد السكندري يمكن في فترة من فترات يعني في حتة تانية. طبعا الحمد لله الحمد لله. وما زلت عندي تطلعات أكيد في اللي جاي. لكن الظروف قاسية جدا. انا وحتى لو اللعيبه اللي غايبه دي لو رجعت بكره فهي قدامها على الاقل 3-4 اسابيع. لا لا 3-4 اسابيع عشان يخشوا تاني عشان يدخلوا بالتدريج. صحيح. فانت هتفضلي كده لحد قبل نهايه الموسم ب5-6 اسابيع. يعني الوضع ده هيفضل مستمر. فحضرتك قاري المشهد يا كابتن طلعت؟ طبعا قاريه ومدركه وعارف يعني الواقع بيفرض نفسه علينا. لكن بتعامل معاه في حدود ما هو متاح من ادوات تحت ايديا في الوقت الحاضر. لسه في مباريات جايه ويمكن لا وحضرتك يعني بتادي بشكل ممتاز طبعًا. يعني احنا عايزين برضو يعني والله كابتن يعني انت مدرب كبير ويمكن من ضمن المدربين اللي كانوا مرشحين لاداره او الاداره الفنيه لمنتخب مصر. ده بيدل انك اسم كبير. وطبعا الاتحاد السكندري كلنا بنحب جماهير الاتحاد السكندري وكل جماهير مصر وخاصه جماهير الاتحاد. نتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله وباذن الله وتكسر كمان ريكورد اللي جاي باذن الله. وكل التوفيق لحضرتك ولنادي الاتحاد.